الدونك فينج فرايداي موديل 2024 الكهربائية بالكامل وصلت بغداد وبمجموعة شركات ليث العبيدي، يعني سيارة كهربائية لا بنزين محسن ولا بنزين عادي ولا هاي الدوخة. ركب الشاحن بالبيت واشحن السيارة واستمتع. سنشوف وياكم الدونك فينج فرايداي، مثل ما قلت لكم كهربائية بالكامل، يعني ما تدوخ بيها، تشحن وتطلع وتستمتع بالقيادة، والمدى ما الشحن مالتها فتشي كلش قوي. التفاصيل كلها سأقول لكم عليها بالنسبة للمحرك والشحن مالتها. راح نشوف الإنارة النهارية مفترة بهاي الطريقة، ناطية فد أناقة جدا عالية ويا اللايتات مالتها، طبعا كلها فول LED. وراح نشوف الشباك يجي بشكل مميز يميزها عن باقي الإصدارات مال دونك فينج، مثلا T5 Evo Hybrid. هنا الفرايداي تختلف لأن كهربائية موجودة، طبعا عندنا الكاميرا الأمامية بتفاصيل حساسات والرادارات إضافة إلها. راح نشوف هاي الإضافات منها جوا باللون الأسود وياها الخط البرتقالي. الخط البرتقالي يعطيها فتشي مميز لهذه الفئة، وراح نشوفه إحنا وياكم بهواية مكانات من السيارة هذا الخط البرتقالي. هسه نشوف وياكم السيارة من الجانب. أول شيء الويل كاب مالتها يجي بقياس 19 إنج، راح نشوفه بالستيل والأسود اللامع، ونفس الشيء مثل ما قلت لكم خطوط البرتقالي موجودة بكل مكان بالسيارة. راح نشوف الفتحات كلش قليلة، هاي ليش؟ على مود تقلل مقاومة الهواء وتعطينا مدى أفضل بالشحنة الوحدة بالنسبة للسيارة. وراح نشوف منها عشان نلغ EV line كسيارة EV، يعني electric vehicle، سيارة كهربائية، ونفس الشيء مثل ما قلت لكم كل مكان راح نلقي البرتقالي بالسيارة. منها عندنا المراية صايرة على هذا الجزء من الباب على مود تعطينا انسيابية أكثر ومقاومة أقل للهواء وعزل أفضل الداخل المقصورة. طبعا من هاي الجهة من الداخل مال المراية موجود تأشير مال النقاط العمياء. سيارة أكيد بصمة، دخول ذكي بدون مفتاح، وراح نشوف لي جوا أسفل الأبواب نفس الديكورات اللي موجودة أسفل الدعامية الأمامية باللون الأسود، ونفس الشيء الخط البرتقالي هذا ممتد داير مداير السيارة. ومن أنا راح نشوف بالتكمة هذه الخطوط أسود ولون السيارة على مود تكمل طابع الجمالية لهذه الفرايداي. طبعا السقف مالتها يجي عكس لون السيارة اللي هو اللون الأسود، وسقف بانورامي بالكامل، والأريال مالتها زعنفة القرش الشارك فين. ومن هاي الجهة راح نشوف هذه الباب، هذه باب الشحن السريع شحن المحطات، بعكس الباب الثانية اللي شفتوها بداية الفيديو اللي هي خاصة بالشحن المنزلي، هذا شحن المحطات مثل ما تشوفوا. هسه نشوف وياكم الفرايداي من الجهة الخلفية. البقلايتات مالتها راح نشوفها كلها فول LED ومتصلة بيناتهم، ومنها عندنا الباج مال شركة ليث العبيدي اللي هو الوكيل الرسمي والحصري لسيارات دونك فينج بالعراق، ومنها كلمة فرايداي ضوء الضباب لي جوا، إضافة طبعاً للكاميرا الخلفية. السيارة مثل ما قلت لكم سيارة رؤية محيطية 4 كاميرات، والستوب لايت مالتها يجي 3 خطوط على مود يعطينا الطابع الرياضي الهادي الدونك فينج. ومنها نقدر نفتح صندوق كهرباء. هسه نشوف وياكم المحرك مال الدونك فينج فرايداي، محرك الكهربائي طبعاً. شوفوا وياي فشي غريب يختلف عن أي محركات إحنا متعلمين عليها اللي هي البنزين. هنا طبعاً القطع كلها الإنفرترات والتفاصيل مالتها اللي هي تحول لنا من الشحن الأي سي إلى دي سي، وبالعكس من البطارية اللي هو شحن الدي سي حول إلى أي سي على مود يشغل لنا الماطور المحرك مالتها اللي موجود جوا محرك السيارة. طبعاً السيارة هذه تندفع بالتايرات الأمامية، سيارة دفع أمامي. وراح تشوفون وياي هنا عندنا بطارية 12 فولت، راح تقولون إنه هي هاي البطارية مالتها، لا، هاي البطارية خاصة للإكسسوارات، تقفيل، فتح، هالأمور هذه فقط. موجودة البطارية الرئيسية الليثيوم أسفل مقصورة القيادة بحجم كامل، وبالمناسبة حجم بطارية الليثيوم مالتها 85.9 كيلووات. السيارة هذه تمشينا مدى كلش قوي بالشحنة الوحدة، توصل إلى 630 كيلومتر. طبعاً المسافة اللي نمشي بيها بالشحنة الوحدة متغيرة، تختلف على أسلوب القيادة، يعني مثلاً من مشغل تبريد وياك ركاب هواية، تكبس بالسيارة، تسارع قوي، قيادة بهدوء، هذه كلها تفرق بالمدى مال الشحنة. بس المعدل الافتراضي مالتها 630 كيلومتر، يعني نحكي على مدى كلش ممتاز بالشحنة الوحدة. إضافة إلها القدرة اللي يعطينا إياها هذا المحرك الكهربائي تعادل 201 حصان، وعزم دوران يوصل إلى 340 نيوتن متر، والفترة مال الشحن المنزلي اللي أحكي لكم عليها اللي هو الـ AC Charge توصل إذا من الصفر للمية خلال 15 ساعة. بس هي أكيد السيارة ما راح ننزلها للصفر،
توصل 20 30% ونشحنها. فيعني الفكره مالته انه واحد يخليها على الشحن بالليل، يجي الصبح يلقيها مفوله شحن وتمشيه اكثر من 600 كيلومتر بالشحنه. هسه نشوف وياكم الداخل مال فرايدي. طبعا بالمناسبه السياره هسه حاليا مشتغله وبهدوء كامل، سياره كهرباء. اول ما يلفت نظرنا من نصعد بهذه الفرايدي هي الاضافات باللون الاخضر. طبعا الكوشنات مثل ما تشوفوها، التطعيمات كلها جايه باللون الاخضر، الستيتشنج الخياطات كلها باللون الاخضر، اضافه طبعا للجلد لون الرصاص الداكن. فأناقة جدا عاليه ناطيه للسياره، اضافه الها داير مداير فتحات التكييف راح نشوفها كلها باللون الاخضر، والديكورات هذا باللون الرصاصي كانه معدن، هو طبعا بلاستيك بس ناطي شكل المعدن. والستيرن مالتها طبعا اكيد ارباقات اماميه جانبيه، ستائر هوائيه، انظمه سلامه عاليه موجوده بالسياره، منا نقدر نتحكم بالوسائط، منا عندنا الكروز كنترول مثبت السرعه، واكيد تفاعلي عن طريق الرادار اللي موجود بها السياره، اضافه نظام المحافظه على خطوط السير عن طريق الكاميرا الموجوده بالجامعه الاماميه، وموجود عندنا هاي الديكورات كلها بالالمنيوم، طبعا اكيد كلها جلد، التطريزات بكل مكان بالسياره، حتى دواخل الابواب التطريزات كلها جايه باللون الاخضر، الاخضر الفسفوري اللي هو ده ينطي الطابع الشبابي المميز لهذه السياره الفرايدي الكهربائيه. اضافه لها من هاي الجهه نقدر نتحكم بالمرايات كهرباء والضبط مالتها، الاي اس بي مانع الانزلاق نقدر نفصله او نشغله، ومنها عندنا تحكم بالماسحات واللايتات راح نشوف مكتوب عليه اوتو، يعني شنو؟ سياره بيها حساس ضوء وحساس مطر. والشاشه قدامنا بيها تفاصيل كامله اللي هي المسافات، الصرف، صرف الكهرباء مالتها، شقد مستوى الاستهلاك مال كيلو وات بالنسبه للكهرباء، هنا ما عندنا صرف البنزين، سياره كهربائيه بالكامل، اضافه الها نظام المحافظه على خطوط السير، اللين اسيست وغيرها، والرادارات كلها راح تظهر قدامنا بالشاشه مال جيتشات، وعندنا نظام قراءه الشواخص المروريه، علامات المروريه، هنا راسا يقرانا اياه مثلا 30 80 100 الى اخره. نشوف وياكم هسه منا شاشة ترفيه، طبعا شاشتين متصلة مثل ما تشوفوها، تعطينا فد أناقة حلوة داخل هذه السيارة، منا الضبط مثلا الهاتف، المذياع اللي هو الراديو، الوسائط المتعددة، غيرها، كلها الضبط مالتها، وطبعا مثل ما تشوفوها تدعم اللغة العربية. منا إذا ندخل على الذاكرة، أربع وضعيات خزن بالنسبة للمقعد السائق. ومنا ندخل إلى الضبط الثاني مال السيارة بصورة عامة نقدر نتحكم به. وإذا أريد ندخل على القوائم مال تكييف، مناخين منفصلة للسائق والراكب، ومننا نقدر ندخل، راحت القائمة، نقدر ندخل على المقاعد. هنا شنو عندنا؟ تبريد وتدفئة المقعد السائق، إضافة المساج المقعد السائق، بس مقعد الراكب فقط تدفئة موجود به. هذا التحكم بها من هاي الجهة، وهنا مكيف الهواء، نقدر نضبط اتجاهات الهواء، الفان، كلها نقدر عن طريق الشاشة، إضافة لها نقدر نتحكم بها عن طريق هذه الفرارات اللي موجودة، درجة الحرارة وغيرها، وطبعا كلها تجي لمس. وهذا الكونسول الوسطي جاي ديكور بشكل الكربون فايبر، ناطفة أناقة جدا عالية، دبل إشارة الفلاشر من هاي الجهة. نرجع منا عندنا سعة تخزين، منفذ USB، وهذا الشكل مال قبضة الجير، جاية ديزاين كريستالي والشعار مضوى. إضافة إلها طبعا منا إذا نريد نحولها على البي مرتين تحولت على البق. نقدر طبعا بالنسبه للكاميرات نروح 3D نروح 2D، عده وضعيات بالنسبه لضبط الكاميرا. مثل ما قلت لكم دوسه منا رجعت على البي سياره. الدرايف مود، وضعيات القياده، مساعد نزول المنحدرات، هاند بريك كهرباء، اوتو هولد، كاب هولدر موجود عندنا، يعني انظمه سلامه، انظمه ترفيه، تكنولوجيا جدا عاليه، كلها موجوده بهذه الفرايدي الكهربائيه بالكامل. ومنا المرايه مالتها راح نشوفها عاديه مو اوتوديم، مكان للنظارات، اضويه القراءه LED، اضافه لها نقدر نفتح او نسد البرده مال البانوراما فقط، لانه زجاج البانورامي مالتها ثابت ما ينفتح، بس الميزه الحلوه اللي بيه موجوده نقاط ونجوم، هذه كلها تتضوى ويا الاناره المحيطيه مال السياره، خاصه بالليل تعطينا فد اجواء كلش حلوه الداخل هذه الفرايدي. هسه نشوف وياكم القاعده بالمقاعد الخلفيه. اول شيء راح يلفت نظرنا الظهر مال الكوشينات، راح نشوف هذا الديكور بالالمنيوم واناقه جدا عاليه، تصميم رياضي، جيوب ظهر الكوشينات موجوده عندنا، هذه التعلاقات نقدر يعني نعلق لنا مثلا جنطه فشي خفيف بيها،
فتحه وتبريد واصله المقاعد الخلفيه، منا عندنا منفذ USB، والاضافه الحلوه سياره كهرباء وموجود عندنا منفذ كهرباء 220، يعني نقدر نشغل شغلات كهربائيه وبراحتنا. ومثل ما تشوفون مساحه الجلوس حلوه بهذه السياره، واكيد طبعا موجود عندنا نظام الايزوفكس الخاص بتثبيت مقاعد الاطفال، والمسند الوسطي موجود بيها، والكاب هولدر حامل الاكواب. ارجع واذكركم هذه الفرايداي الكهربائيه بالكامل متوفره هي مجموعه شركات ليث العبيدي، الوكيل الرسمي والحصري لسيارات دونكفينج بالعراق، وعنوانهم ببغداد، معارض البياع الشارع الرئيسي مقابل المنطقه الصناعيه، والفرع الثاني ببغداد معارض النهضه. تحياتي لكم في مالا.